الآن تأكدنا كلنا أن هذا الحكم لا يستحق أن هو يكون في حكام النقطة بأمانة. ويمكن أنا في البداية هتكلم بشكل عام وهقول لك الحالات اللي جاية بتقول هذا الكلام. نمرة واحد، خلي بالك من أول 10 دقايق كابتن علاء. أول 10 دقايق الحكم اللي يتأثر بأن هو يشهر البطاقة الصفراء نتيجة الضغوط اللاعبين ده لا يستحق أن هو يكون حكم. في لعبة حمدي فتحي اللي هو يعني أعتقد لعبة عادية ما كانش حد ينظر كابتن أسامة، ولكن ضغوط لاعبي نادي الزمالك عليه والتأثير عليه أشهر بطاقة. من هنا 10 دقايق إحنا قدرنا نعرف شخصية الحكم ضعيفة جدا جدا. خلي بالك المباراة مشيت والنادي الأهلي مشاها وهو حظه حلو، المكسب عدى حاجات كتيرة كابتن أسامة كانت ممكن تحصل. الحاجة التانية بنتكلم كابتن في الإنذارات، هي ليها معايير وللأسف النهارده أنت بتدي الإنذارات مش محلها. كثير الإنذارات والإنذارات أيضا نتيجة الضغوط اللي هي كانت بتمارس عليه، مخضوض من الماتش، ماتش أكبر منه. لا النهارده احنا اتأكدنا إن هو لا يستحق إن هو يكون في النقطة.